عايز أتحدث عن البنية الأساسية بشكل تقليدي عشان تصل الرسالة مش للحضور فقط ولكن لكل المواطنين المصريين اللي أنا بستهدف الأساس إنها تصل إليهم الرسالة. إحنا ليه اتحركنا بالطريقة ديت وليه إحنا عملنا هذا البرنامج الضخم في تطوير البنية الأساسية للدولة المصرية. مفيش دولة عايزة تبقى ليها برنامج اقتصادي طموح وتعمل مشروع وطني ضخم يحقق أمال للناس إلا ويكون عنده أو يكون عنده بنية أساسية متطورة. وتعالوا نربط الكلام ده لو سمحتوا باختصار شديد ونفكر بعض وفكر المصريين على سبيل المثال من ضمن العناصر البنية الأساسية الطاقة. والطاقة هنا بنتكلم على الكهرباء والغريب معنا هنا شغالين في مصانع للأسمنت والحديد. أصلا هم لو عندهم مشكلة في الطاقة سواء كانت الطاقة أو الغاز هذه المشروعات هذه القائمة بالفعل لم تكن لتستمر أبدا لولا وجود طاقة. ولما يكون في مشكلة طاقة يبقى هذه المصانع لن تعمل بكامل طاقتها وبالتالي هيبقى عبء التشغيل على أصحاب هذه المصانع. أنا جبت مثال عبء التشغيل على أصحاب هذه المصانع هيبقى ضخم يضطروا إلى أن هم يتوقفوا أو يسرحوا العمالة بتاعتهم عشان يوازنوا ما بين تكلفة التشغيل وبين الإنتاج. باختصار شديد لما نيجي نتكلم حتى على التطوير ونقول إن احنا عايزين المستثمرين يجوا يشتغلوا ويعملوا مشروعات في مصر هيجوا لك يا ترى أنت عندك كهرباء كفاية في مصر تكفي طلب المحلي وكمان تبقى قادرة على تلبية احتياجات المصانع أو الاستثمارات الجديدة. ده سؤال يتسئل في كلمتين وإحنا قاعدين، لكن لما نيجي نترجمه لإجراء فعلي على الأرض إحنا نتكلم في برنامج يكلف مئات المليارات. لما أجي أتكلم على أن أنا عايز أوفر الكهرباء اللازمة أنا هنا بتكلم على استثمارات واقتصاد وتطويره، أنا ما أتكلمتش على الشعب المصري ومدى إمكانية أن هو يتحمل. وافتكروا كويس الكلام اللي انا بقوله ده وارجعوا بالذاكره ل 2013 و14 يا ترى المصريين كانوا هيقدروا يستحملوا. انا قلت الكلام ده للدكتور شاكر لما كنا بنتكلم في الكهرباء قلت له يا دكتور شاكر اوعى تفتكر ان احنا هنخش 2015 مش كده ومن غير ما نكون خلصنا موضوع الكهرباء. هفكركم وافكر كل المصريين لما انا قلت ان الهدف للدوله في الوقت ده هو كان تثبيت الدوله المصريه. هو تثبيت الدولة المصرية هو كلمة بتتقال ولكن هي ده عنوان لاستراتيجية كاملة تتحقق بإجراءات تنفيذية على الأرض. أنا من ضمنها أن المصريين يبقوا راضيين وعندهم استعداد يعملوا وعندهم استعداد يثقوا في أن إجراءاتنا هتقدر تلبي مطالبهم بعد كده عشان هنيجي علينا وقت نضغط عليهم زي ما ضغطنا كده في 2000 وفي سبتمبر في نوفمبر 16. وطب هيتحملوا ازاي؟ يبقى في اجراءات لازم نعملها ناكد المصريين ان مسار الحركه بتاعتنا هو مسار قادر على تلبيه امالهم وطموحاتهم وبيعالج مشاكلهم. انا هرجع تاني للبنيه الاساسيه. لم يكن ابدا للمصريين او للدوله المصريه انها تتكلم على برنامج هائل لتطوير الدوله ديت الا اذا كان في بنيه اساسيه ومش بنيه اساسيه عاديه متطوره زيها زي اي دوله متقدمه. دي نقطة. أنا قلت الكهرباء كمثال وقلت هل كان ممكن المصريين 2015 و16 يتحملوا إن مفيش كهرباء وتتقطع في الصيف بفترات طويلة بالطريقة ديت؟ أنا كلمت أولا إن عدم وجود الكهرباء الكافية أساسا للمصانع اللي كانت موجودة هو إشكال في حد ذاته. إحنا كنا هنتعرض لانهيار حقيقي. ليه؟ لأن كل المصانع اللي كانت موجودة ابتدت النهاردة تقول لك أنا مش قادر أشتغل، أنا بشتغل واطفي والنور يتقطع عليا أو يفصل لمدة ساعتين ثلاثة في اليوم على فترات متقطعة وأنا مضطر أن أدفع مرتبات العاملين وده أمر بقى ضاغط عليا وما بقاش اقتصادي. يبقى احنا النهاردة احنا بندفع بقى نتيجة عدم مواجهة مشكلة البنية الأساسية وعلى رأسها الكهرباء على سبيل المثال أن احنا بندفع لانهيار الدولة ديت. الناس هتبتدي تسرح عمالها وتقفل مصانعها ويبقى في عبء ضخم جدا جدا على الدولة المصرية وعلى شعبها ينفجر ما يتحملش عايز يعيش.
فانا ما اقدرش اقول له ايه طب اجل بقى لغايه لما نشوف حل لموضوع الكهرباء ده وعليه خير كده كمان 7-8 سنين عقبال ما ظروفنا تتحسن. لا، كان لابد ان احنا نقتحم وبمنتهى الشراسة والعنف والقسوة. وكلامنا كان مع الشركة طبعا، ليه؟ عشان نحافظ على بلدنا، عشان ندي امل للناس، عشان ندي فرصة للمصانع اللي موجودة ما يبقاش الدولة عليها عليها التزامات ما تنفذهاش تجاه مواطنيها، مواطنيها اصحاب المصانع، مش بس الانسان اللي في البيت اللي واجد انا اسف اخر النهار تلاجته الاطعمة اللي موجودة فيها كمان يعني تلفت او فسدت نتيجة انقطاع الكهرباء. مين كان هيتحمل ده؟ مين؟ اني دولة كانت هتحمل ده؟ فكان لابد ان احنا نتحرك. انا بتكلم على الطاقة الكهربية الاول. احنا دلوقتي احنا مش حاسين بالنقطة ديت ونسينا مكان، لان احنا خلاص بقينا في واقع تاني خالص. الكهرباء موجودة واي حاجة مفيش مشكلة خالص، ولسه احنا لسه لنا في هذا الامر. وانا مش عايز اخد الكلام بتاع زمايلي اللي هيقولوه، لسه لم نحقق التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر. وانا قلت قبل كده عشان نحققه بشكل كامل لابد ان احنا نكمل المنظومة. احنا عملنا محطات لتوليد الطاقة صحيح، شغلنا المحطات بكامل طاقتها، عملنا برنامج صيانة ضخم للمحطات الموجودة بالفعل، وده كان امر بيؤثر على حجم الانتاج، مش كده؟ فاحنا كل ده عملناه. بس كمان عشان نستكمل هذه المهمة لابد ان الشبكة اللي بتقوم بنقل الكهرباء لغاية واحنا بنتكلم ده في بعض المناطق بتعاني من انقطاع الكهرباء، مش كده دكتور شاكر؟ ايوه، يعني خليني بس ايه نوصل للناس الكلام ليه. طب ما احنا نقول احنا انتاجنا تمام والقاهره بقت بتشتغل بشكل جيد والاسكندريه لا، احنا عايزين نصل بالكهرباء، والكلام ده مش كلام حقيقي، نصل بالكهرباء الى كل جزء في ارض مصر بالشكل الذي يستحقه، تستحقه الخدمه. فارجع اقول تاني ان على سبيل المثال كان هذا البرنامج، برنامج البنية الأساسية، كأحد عناصر تثبيت الدولة المصرية، اللي هو العنوان اللي أنا بدأت بيه الكلام قبل كده. وناس كتير لما كانوا بتسمعوا يقول لك كان إيه تثبيت الدولة المصرية؟ تثبيت الدولة هو الواقع اللي احنا وصلنا له دلوقتي، اللي هو أن الناس في مصر بقت مستعدية لالتزامات صعبة وقاسية عليها تتحملها نتيجة إحساسها وشعورها و فهمها الى ان اجراءاتنا اللي احنا بنعملها بتعكس رؤية واضحة ومسارات سليمة هتاخد البلد في النهاية الى المنطقة او الهدف المنشود ليها. فلسه حاجتين في الكهرباء، بنتكلم على الشبكات النقل، وبنتكلم على محطات التحكم عشان يبقى دي شبكة متطورة بتتعامل مع الكهرباء بشكل متطور. ومش هقول سد ولا حاجة، نحن نسعى إلى أن نكون جسر لنقل الكهرباء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لأوروبا، لآسيا، لإفريقيا. ده فيما يخص الكهرباء باختصار. كمعنى أرجو أن يصل للناس اللي هم البسطاء، وأرجو أن من زمايلي وهم بيتكلموا في كل قطاع من قطاعاته يتكلموا عشان تصل الرسالة إلى كل المصريين، مش لقطاع بعينه أو لمستوى معين بعينه. نيجي للغاز. اللي بينطبق على الكهرباء بشكل أو بآخر بينطبق على الغاز. وكان أحد أسباب ما لدينا من محطات كهرباء على سبيل المثال لا تعمل بكامل طاقتها، إن كان في ضغط الغاز اللي بيتم دخوله على الشبكة ليس بالمستوى المطلوب، مش كده؟ وبالتالي كان لابد إن إحنا يبقى عندنا كميات غاز كافية، ثم هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة بالضغط اللازم تصل للمحطة تقوم تشتغل بكامل طاقتها. ده ما كانش بيحصل كمان. إذا ما كانش فقط إن إحنا ما عندنا عجز في الكمية، لكن أيضا في حاجات أخرى فنية مطلوب إن إحنا نعملها. دي النقطة الثانية. بس أنا وأنا بتكلم في النقطة دي بكلم المصريين وبقول لكم إن 2010-2013 توقفت كافة الاستثمارات الشركات الأجنبية لعمل، ما احنا إذا كنا عايزين نتعامل مع الغاز والطاقة عندنا خيارين، يعني نشتري من الخارج يعني ننتج احنا. نشتري من الخارج ده يعني ده عبء علينا كدولة في ان احنا
نوفر العملة الحرة المطلوبة، خاصة ان احنا بيتم يعني بيع هذه الطاقة حتى الآن بأسعار فيها دعم ضخم. وبالتالي النهاردة لما يبقى أنا بشتري من الخارج هشتري بالأسعار العالمية، وكمان هيبقى أنا بقدم دعم خلالها، فده ضغط ضخم جدا على الاقتصاد المصري. طب ده سببه إيه؟ إن إحنا توقفنا وتوقفت كل الأعمال للتنقيب والاستكشاف حتى في البحر العميق، مش قادرين نعمله، لأن كان ساعتها عشان نعمل تنقيب في الـ في الـ في المياه العميقة الاقتصادية لمصر كان لابد يكون عندنا ترسيم حدود بحرية مع الدول اللي هي لنا معها خط هذه المياه أو هذه الحدود. أرجع تاني، لو إحنا النهاردة بنتكلم على إن ليه إحنا بقى في علينا أعباء ضخمة، وتصوروا إن إحنا بعد ما كنا ذاتي للطاقة الخاصة بالغاز والبترول، مش كده برضو؟ قبل 2010 مجرد ما توقفت عجلة ان احنا نعمل اتفاقيات زي ما قالوا كده 62 اتفاقية ب 13.9 من 10 مليار دولار اتعملوا، عشان لان النهاردة انت بتعمل اتفاقية ديت وبتدي الشغل، ثم اذا كان في يعني اكتشافات والاكتشافات دي تتحول باستثمارات الى انتاج، والانتاج ده ناخد نصيبنا فيه والشركاء اللي شغالين معنا ياخدوا نصيبهم وتمشي. كل ما احنا ننتج اكتر كل ما احنا الاعباء الضاغطة علينا على اقتصادنا بتقل. ليه؟ لان انا مش هشتري من بره. واتصور ان احنا كان في يوم من الايام في 13 و14 ويمكن 15 كمان كنا تقريبا، وارجو ان الرقم ده يكون يعني ما يتنسيش عندنا، احنا بنتكلم في 1300 مليون دولار في الشهر، مش كده؟ 1300 مليون دولار في الشهر، يعني ده رقم كبير، يعني اكتر من 15 مليار دولار احنا محتاجين ان احنا نوفرهم بالعمله الحره. وده ضاغط على الاحتياطي اللي موجود عندنا، لان داخلنا كمان، انا معلش ما بتكلمش بالمسار، انا بحاول افهم نفسي وافهمكم كمصريين بسطاء القضيه فين. القضيه فين؟ بقول تاني، لو انا عشان احافظ على